نظم حزب مستقبل الوطن بمحافظة سوهاج مؤتمره الجماهيري الثاني لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. شارك في المؤتمر حشد كبير من المواطنين بمختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج الذين أكدوا دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه حقق إنجازات عظيمة خلال فترة رئاسته، منها القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية الاقتصادية. كلنا يعني لمسنا وشاهدنا خلال الأيام السابقة حرص المصريين في الخارج في كل دول العالم على الذهاب للسفارات المصرية في الدول المختلفة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، نظرا ليعني شعور معظم الشعب المصري بأهمية هذا الاستحقاق. بندعو جميع الشعب المصري بكل طوائفه وكل فئاته الخروج بكثافة يوم 10 و11 و12 للإدلاء بأصواتهم وللمشاركة في المشهد الديمقراطي. الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري، أحد الاستحقاقات الدستورية الهامة، أيضا هي واجب وطني على كل مواطن، عليها أن يخرج، أن يشارك في الانتخابات، أن يساهم في اختيار رئيسه، أن يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي كرسالة للعالم كله أن الدولة المصرية دولة متماسكة، المواطن المصري متمسك بدولته وبيسعى لتحقيق استقرار سياسي. ده مطلوب مننا، أقل ما يكون مطلوب من المواطن اللي هو المشاركة أنه يكون إيجابي ويكون فعال ويترك السلبية والانزواء والانطواء والبلادة ويشارك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونسأل الله التوفيق لمصرنا الحبيبة الغالية. وإحنا في نظرنا وفي نظر الكل إن ما فيش حد أصلح وفيش حد له مواقف عظيمة ممكن أن تقود البلد كلها والوطن المصري في هذه المرحلة، بل والوطن العربي في هذه المرحلة أفضل وأعظم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي الحقيقة لازم يقولها الكل. كل مغرض ممكن يقول عكس كده، لكن احنا كلنا بقلبنا بنقول هذا الكلام وبنقول له الله يرعاك يا سيادة الرئيس، والله يقودك في المرحلة القادمة وإن شاء الله علشان تقود مصر في طريق المستقبل الزاهر إن شاء الله. كلمة نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا كامرأة مصرية وامرأة سعيدية ومن قلب سعيد مصر من محافظة سوهاج، بنقول نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقول نعم على الإنجازات اللي تمت،